مع موسيقي وعازف عود محترف وسولف حاصل على الماجستير في العلوم الموسيقية، ويعتبر من أهم عازفي العود في الوطن العربي في العالم العربي، وله مشاركات دولية في العديد من الملتقيات العربية والعالمية، كما نال تكريمات عديدة على غرار تكريم في مبنى اليونسكو في باريس، أيضا تكريم في مناسبتين في الملتقى الدولي للعود في كتارة الدوحة، وتكريم في المهرجان الدولي بتطوان المغرب، كما شغل عضو لجنة تحكيم لمسابقة العود الدولية الفنان بشير الغربي من تونس.
Thank you.